مستمرون مع حضراتكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الحية والمباشرة من المتحف المصري الكبير بالطبع مع الزملاء هناك، وسيكون بعد قليل هناك حوار كما ذكر الزميل عبد الله بطبعا قصة الترميم، خاصة وأن المتحف المصري الكبير بيضم تقريبا 19 معملا للترميم، هناك العديد والعديد من الخبرات المصرية المتخصصة في هذا المجال، وهناك حرص بالطبع على يعني ثقل هذه الخبرات المصرية بالطبع وتكون عمليات الترميم بأيدي مصرية خالصة في نهاية المطاف لكل الآثار والمقتنيات المصرية. أتحال أيضا مستمر معكم في بعض هذه الأخبار والتقارير المختلفة عن المتحف المصري الكبير والدرج أو الدرج العظيم، بيضم أكثر من 80 قطعة أثرية كبيرة الحجم في الحقيقة، بتضم مختلف العصور بدءا من العصر الفرعوني ومرورا بالعصر اليوناني والروماني. كمان بيعد الدرج العظيم البوابة لدخول قاعات العرض الرئيسية وكمان قاعتي توت عنخ آمون، ويخلونا نشوف تفاصيل حول هذا الدرج العظيم. مجموعة من أفضل وأضخم القطع الأثرية الثقيلة التي تجسد روائع فن النحت في مصر القديمة بدءا من عصر الدولة القديمة وحتى العصر اليوناني الروماني تعرض هنا على الدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير، والذي تم افتتاحه للزيارة بشكل تجريبي بدءا من الأول من ديسمبر الماضي. وطبقا لسيناريو العرض المتحفي، فإن الدرج العظيم مقسم إلى أربعة موضوعات رئيسية أبرزها الهيئة الملكية، والتي تضم مجموعة متميزة من تماثيل الملوك، أهمها تمثال للملك سيتي الأول من الجرانيت الوردي، وتمثال للملك سونوسيرت الثالث أو أم نمحات الرابع من عصر الدولة الوسطى مصنوع من الكوارتزايت، وتمثال للملك أم نمحات الثالث، وتمثال للملكة حتشبسوت. أما الموضوع الثاني فيتمثل في أماكن العبادة، ومن أهم التماثيل التي عرضت في هذا الإطار تمثال على هيئة أبو الهول للملك أم نمحات الثالث، وبوابة الملك أم نمحات الأول، ومسلة للملك ميرنبتاح. أما الموضوع الثالث فيخص الملوك والمعبودات، وأهم القطع الأثرية التي عرضت في هذا السياق تمثال للمعبود بتاح من الحجر الرملي، وتمثال للملك سونوسيرت الأول بالهيئة الأوزيرية، وتمثال للملك رمسيس الثاني في حماية إحدى المعبودات. أما الموضوع الرابع والأخير فيخص الرحلة إلى الحياة الأبدية، حيث تم عرض مجموعة من التوابيت الملكية أهمها تابوت للملكة ميرس عنخ الثالثة من عصر الدولة القديمة. أشرف مبارك، النيل للأخبار. يعني بالفعل مقاومات أثرية يعني عظيمة يعني ولها تاريخ كبير ممتد في جذور التاريخ في الحقيقة، يعني هذا الدرج العظيم. ويبقى معنا أيضا الزميل أشرف مبارك الذي أعد لنا هذا التقرير لكن من المتحف المصري الكبير. أشرف، يعني كنا نتحدث ونستمع إلى تقريرك حول الدرج العظيم بالطبع وما يحتويه من 80 قطعة أثرية، لو مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، وأيضا ماذا تقف الآن في أي مكان يعني في هذا التوقيت تحديدا، لو تشرح لنا أيضا ما تقف فيه الآن. محمد، برحب بك مرة أخرى من المتحف المصري الكبير. يمكن احنا عارفين المتحف المصري الكبير له مسار زيارة مميز عن باقي المتاحف حول العالم، هذا المسار بيتم إعداده بشكل كبير. المسار يبدأ من هنا من هذه النقطة التي أتواجد بها، وهي منطقة التذاكر، سوف تستعرضها الكاميرا الآن. يمكن هذه هي الماكينات التي تم تخصيصها لعبور كافة السائحين سواء من المصريين أو العرب أو الأجانب. يمكن كان هناك رحلات الآن لبعض الطلاب المدارس الذين دخلوا إلى المتحف منذ قليل. يمكن المتحف المصري الكبير بدأ زيارات تجريبية يمكن كافة الراغبين في زيارة بعض الأماكن في المتحف المصري الكبير. كما نعلم المتحف تم فتح بعض المناطق فيه بشكل تجريبي، أبرز هذه المناطق هي منطقة المسلة وواجهة المتحف المصري الكبير، وأيضا البهو العظيم الذي يضم تمثال رمسيس الثاني وابنه باسمتيك، وأيضا هناك ما يسمى بالدرج العظيم الذي كان يعرض تقريره منذ قليل. هذا الدرج العظيم أيضا تم فتحه للزيارة في بداية هذا العام، ويضم أكثر من 80 قطعة أثرية كبيرة الحجم تم جلبها من جميع المناطق والمتاحف الأثرية في مختلف محافظات الجمهورية. جاءت هذه القطع الأثرية ليتم وضعها بشكل مميز على يمكن الدرج العظيم، بحيث يظهر الزائر إلى هذا المتحف وكأنه يعني
بشكل صغير إلى حد ما إذا ما قورنا بال يعني القطع الأثرية الكبيرة التي تم وضعها على هذا الدرج، ليظهر الزائر بشكل صغير مقارنة بهذه القطع الأثرية الكبيرة، وعن طريق سلم متحرك يستطيع أيضا الزائر يمكن يعني مشاهدة هذه القطع الأثرية وصولا بعد ذلك إلى قاعتي توت عنخ آمون وأيضا قاعات العرض المتحفي. أما فيما يخص مسار الزيارة، يأتي الزائر إلى هذا المتحف ثم يحجز التذاكر عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالمتحف المصري الكبير. هذه التذاكر لأكثر من 6 سنوات تتم دفع مبلغ نحو 350 جنيها يعني حجز هذه التذكرة. هذه التذكرة بتشمل البهو العظيم وتشمل واجهة المتحف والمسلة المعلقة وأيضا يعني منطقة الدرج العظيم، لكن القاعات لم يتم فتحها حتى الآن في انتظار افتتاح المتحف بشكل كامل من القيادة السياسية، لكن إدارة المتحف أصرت على عمل زيارات تجريبية لهذا المتحف تكون محدودة العدد وأيضا بحجز مسبق عن طريق الموقع الإلكتروني. وهذه الزيارات تأتي لاختبار كافة الأنظمة سواء الإنشاءات في المبنى، الخدمات المقدمة للزائرين، أيضا نظام الإضاءة، نظام التحكم الآلي، نظام التذاكر الذي يوجد في هذه الخلفية، أيضا يعني هناك شبابيك للتذاكر تم تخصيصها في هذه الواجهة أيضا لمن يريد المجيء إلى المتحف لحجز التذكرة ولكن بموعد محدد ومسمى المجيء للزيارة مرة أخرى. نعم أشرف، شكرا جزيلا لك زميل أشرف مبارك على كل هذه التفاصيل. بالطبع سوف نتابع المزيد من التفاصيل مشاهدينا الكرام حول هذا المتحف، خاصة وأن هناك حرص أيضا على توفير كافة الخدمات يعني في المتحف المصري الكبير من مناطق ترفيهية وأيضا من مطاعم ومن مناطق خضراء وغير ذلك من الأمور. ومن المقرر أن تنتهي وزارة السياحة والآثار بنهاية شهر فبراير الجاري من كافة الأعمال الإنشائية وأيضا سيناريو العرض المتحفي بقاعات العرض تمهيدا لافتتاح المتحف. يأتي ذلك فيما تم فك الهيكل المعدني لمركب خوفو الأول بمتحف مراكب الشمس والذي يتم إنشاؤه حاليا، وخلونا نشوف تفاصيل في هذا التقرير. بحد أقصى شهر فبراير الجاري سيتم الانتهاء بشكل كامل من كافة الأعمال داخل قاعات العرض الرئيسية بالمتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى سيناريو العرض المتحفي وكذلك قاعتي توت عنخ آمون، ليتم بعدها الإعلان عن الموعد الرسمي للافتتاح. احنا افتتحنا دلوقتي الافتتاح التجريبي اللي هو شغال دلوقتي، الجراند ستير كيس والبهو، منطقة الفعاليات الكوميرشال اريا كلها اللي بيحصل فيها فعاليات زي الاميرسيف شو بتاع توت عنخ آمون، وحاليا كمان احنا بنستكمل بقية الاعمال في مبنى المراكب اوشك على الانتهاء الحمد لله. وبالنسبة لقاعات العرض المتحفي برضو شبه انتهت، يعني بعض القطع الاثرية البسيطة اللي بيتم تثبيتها حاليا، وقاعة توت عنخ آمون جاهزة ان شاء الله للافتتاح، لتحديد بقى موعد الافتتاح القريب ان شاء الله. المعلومات يعني المتحف هو اكبر متحف معمول لحضارة واحدة في العالم، الحضارة الفرعونية طبعا مش محتاجة متحف واحد، محتاجة 100 متحف. بس مبدئيا يعني الدخول، نظام التنسيق، السهولة في العرض، في الحجز، في التذاكر، في حتى في الباركينج واحنا داخلين، لا حاجة جميلة، ونفسي نحافظ عليه ونحافظ على مستواه ويتسوق له صح، ونفسي تعمل له افتتاح كويس. نحن أسرة مكونة من 10 أفراد، انبهرنا جدا بالحضارة المصرية القديمة ومكان وتصميم المتحف، وكذلك أيضا ترحيب وكرم الشعب المصري. على الجانب الآخر، تم البدء في فك الهيكل المعدني المحيط بمركب خوف الأولى والمعروفة بمركب الشمس، والتي تم نقلها إلى متحف مراكب خوفو في أغسطس 2021، حيث يتم إنشاء هذا المتحف بجوار المتحف المصري الكبير، ليضم أيضا مركب خوفو الثانية التي يتم تجميعها بالتعاون مع الجانب الياباني. جت فكرة اللي احنا ننشئ مبنى للمراكب، المركب الأولى اللي كانت معروضة في الأهرامات والمركب الثانية اللي بيتم استخراجها، والحمد لله أنا عضو البعثة اليابانية المصرية في المركب الثانية، وحاليا الحمد لله احنا وصلنا لحالة فريدة اللي الزائر هيعيش تجربة مختلفة خالص، هيعدي من تمثال المعبود حابي، وهو بيعدي هيعدي هيكون في تدفق لنهر النيل وحواليه سخامة اللي هي تمثال المعبودة سخمت، وهو بيعدي هيخش الحفرة الأصلية لمبنى اللي هو كان فيها الأخشاب الأصلية للمركب، ويشوف الحجارة الأصلية عليها النقوش اللي كان مكتوب عليها من اللي هو جدي فرع والعمال كانوا كاتبين أرقام الكتل الحجرية، ومن خلالهم هيخش المبنى المراكب يلاقي مركب الأولى معروضة،
وهو بيلف يلاقي المركب التانية بتتجمع في تجربة فريدة، وكمان يحس الاتنين لو قعد في أي محل تجاري جوه المبنى يحس إن المركبين معروضين أكنهم في شو كيس جوه المبنى. هذا ويشهد المتحف زيارات تجريبية للوقوف على كافة الخدمات المقدمة للزائرين تمهيدا للافتتاح الوشيك. أيام قليلة وتكون أكبر هدية للإنسانية جمعاء جاهزة للافتتاح، هدية بحجم أثرها وطريقة عرضها وآلية الحفاظ عليها باعتبارها تراث إنساني فريد. من المتحف المصري الكبير، أشرف مبارك، النيل للأخبار. تانية أهلا بحضراتكم على الهواء مباشرة من داخل المتحف المصري الكبير، نتابع تفاصيل مختلفة بهذا الصرح الثقافي والحضاري المصري العظيم الذي بني بأيادي مصرية، وكذلك عمليات الترميم الخاصة بالقطع الموجودة حاليا داخل المتحف تم ترميمها بأيادي مصرية. مصر الآن في مجال الترميم أخذت باع كبير وأمامها مستقبل كبير أيضا. ملفت قوي في المتحف المصري الكبير أنه تم تأسيس مركز الترميم بداية ثم بعدها تم إنشاء المتحف. الأمر ممكن يكون وراء سر، هنعرفه بالتأكيد مع ضيوفنا الكرام. أرحب بداية بالمهندسة منى هيكل، مهندس معماري بشركة الاستشاري، أهلا وسهلا بحضرتك. أرحب كمان بضيفي الكريم أستاذ هشام الحاكم، منسق عرض متحفي وعضو الأمانة الفنية بمجلس الإدارة، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. لازم تجاوبني على السر من فضلك، إيه السر في تأسيس مركز الترميم بداية ثم بعدها تم إنشاء المتحف؟ خلينا نقول ان الاثر اول ما بيبدا رحلته لازم يبدا من مركز الترميم وصولا للعرض المتحفي، لان في مركز الترميم بيمر بمراحل مختلفه بيهيئ ليها للعرض المتحفي. لذلك تم انشاء مركز الترميم اولا على مساحه حوالي 32000 متر مربع، وهو يعتبر اكبر مركز ترميم في الشرق الاوسط وافريقيا، وممكن نقول في العالم كمان. هو مركز متخصص جدا وفيه معامل متخصصه، اكثر من 19 معمل متخصص في جميع مواد الاثار المصريه، وكمان معامل متخصصه لفحص وتحليل القطع الاثريه. نعم مهندسه منى، بالتاكيد كان في عروض كتير او مسابقه كانت موجوده وتقدم من خلالها عروض كتير للتصميم بمواصفات معينه، لكن لو اتكلمنا عن التصميم بشكل عام، الى اي مدى هذا التصميم كان بيراعي البعد المكاني من ناحيه، الموقع الجغرافي من ناحيه، طبيعه البيئه هنا والمناخ في المنطقه دي من ناحيه، الى اي مدى كان التصميم الاولي وبعد كده التنفيذ كان بيراعي لكل المواصفات اللي يجب توفرها في متحف في المنطقه دي؟ طبعا خلينا نبدا ان اهم حاجه في المتحف او من اهم الحاجات اللي في المتحف موقعه. فانا لما اجي افكر ان انا هعمل متحف بيتكلم عن الحضاره المصريه القديمه من بدايتها لاخرها، فانا ما عنديش مكان احسن من ان انا ابقى في مواجهه الاهرامات. فتم اختيار الموقع وده كان بيروحي بعد كده للتصميم، فانا التصميم عندي اساسا معتمد على الاهرامات، بمعنى ان انا عندي نقطه في الموقع ابتديت اخد منها خطوط لقمه الهرمين الاكبر والاصغر، فده بيكون موقع المتحف. المتحف يعتبر ان هو متحاوط بالهرمين الاكبر والاصغر، ولو انا اشوف التصميم سقف المتحف فانا باديه من نفس النقطه لحد قمه الهرم الاوسط، فانا بالتالي التصميم كتله المتحف كلها بين الثلاث اهرامات سواء من اليمين او الشمال او في الارتفاع. بعد كده هنبتدي نخش على تفاصيل التصميم، فانا تفاصيل التصميم كلها عندي واخده برضو وحي من الحضاره المصريه القديمه، الارتفاعات الكبيره، الخطوط المستقيمه، كل ده واخد وحي من الحضاره المصريه القديمه، الشكل المثلثات كل ده برضو من الاهرامات والحضاره المصريه القديمه. لو انا هبتدي حتى من مدخل المتحف ميدان المسله، فانا ميدان المسله يعتبر عالم الحضر،
ده برضو واخد فكرة من الدير البحري، ان انا ببتدي اوصل للمكان النهائي او المكان الاعظم، ان انا ببتدي اطلع على منحدر. فمفيش خط في المتحف المصري غير واخد ايحاء من الحضارة المصرية القديمة، او بيحاول يبقى شبه الحضارة المصرية القديمة علشان تبقى الصورة كلها مكتملة في الاخر. نعم استاذ هشام، اهم القطع اللي تم ترميمها وموجودة حاليا في المتحف المصري الكبير، بالتأكيد عملية الترميم دي عملية مرهقة ومكلفة ودقيقة جدا وحساسة قوي، يعني محتاجة فنان جراح الاثنين مع بعض، لكن أهم القطع اللي تم ترميمها وموجودة حاليا في المتحف. هي أهم القطع يعتبر مجموعة توت عنخ آمون، لأن المجموعة كان بيعرض منها جزء في المتحف المصري بالتحرير حوالي 2000 قطعة، ولكن هنا في المتحف المصري هيتم عرض المجموعة كلها اللي يزيد عددها عن 5300 قطعة. وميزه اثار توت اللي هي اثار متنوعه، وفي اثار عضويه وغير عضويه واثار مركبه حالتها صعبه جدا، فبالتالي محتاجه عنايه دقيقه جدا من المرمم اللي هو بيكون عنده اساس علمي وخلفيه علميه. معظم الزملاء في مركز الترميم عاملين ماجستير ودكتوراه، وكمان لازم يكون عندهم مهاره يدويه زي ما حضرتك قلتي، لازم يكون جراح لان هو فعلا طبيب الحضاره. نعم. اللي بيحافظ على الاثر. حلو الوصف ده. للاجيال القادمه كلها وللبشريه كلها، لان الاثر ده ملك للبشرية عامة وملك خاص للمصريين بطبيعتهم، فلازم يكون عنده مهارة يدوية عالية جدا وكمان عنده خبرات شخصية. فالزملاء في مركز الترميم بصراحة يتميزوا بهذا التميزات، وكمان أنشأنا مدرسة ترميم مصرية تقدر تواكب المدارس العالمية زي المدرسة الإنجليزية في الترميم والبولندية والفرنسية والإيطالية، ولكن بقى عندنا فعلا صرح في مدرسة مصرية مع باقي الزملاء اللي موجودين في مختلف المراكز الترميم في مختلف المناطق. فبالتالي بنلاقي صورة المرمم المصري في الفترة الأخيرة بقت واخدة صورة غير عادية خالص، صورة دليل على الكفاءة المصرية وقدرة مصر الحديثة على مواكبة كمان مصر القديم في التقدم والعلم والمهارة والمحافظة على آثار أجداده القدماء. نعم مهندسة منا، بالتأكيد كان في مواصفات بيتم مراعاتها في تصميم القاعات المختلفة والصالات المختلفة، البهو بالتأكيد، يعني كلها مواصفات دقيقة جدا وعلى قياسات دقيقة أيضا جدا. فأهم الإجراءات أو المواصفات اللي بيتم وضعها في الاعتبار وإحنا بنصمم قاعة متحفية. طبعا أنا لما بكون بتعامل في قاعة متحفية أنا بيبقى عندي عاملين مهمين جدا، العامل البشري إن إزاي الزائر هيبتدي يتحرك جوه القاعة، يبتدي يشوف الحاجة بأحسن مظهر ليها، يبتدي ياخد منها كل المعلومات اللي هو عايزها، فدي لازم تتراعى. تاني حاجة الأثر نفسه، لأن أنا الأثر أهم حاجة عندي إن أنا إزاي أحافظ عليه. فبتبقى في معادلة صعبة، إزاي أقدر أعرضه بأحسن حالة ليه وبأحسن صورة ليه، وفي نفس الوقت إزاي أحافظ عليه. فبالتالي كان لما بيتم تصميم مثلا الفاترين كان بيبقى إزاي إن أنا نسبة الإضاءة أقصى حد تكون ليها إيه عشان أحافظ على الأثر، وفي نفس الوقت الزائر يشوفه بشكل كويس. نسبة درجة الحرارة والرطوبة تبقى إزاي جوه الفاترينا علشان الأثر يقدر يعيش لأجيال وأجيال. ناحية تانية لو تحديات صعبة كلها يا باشمهندسة على فكرة، أكيد طبعا يعني أكيد مش سهلة أبدا، لأنها بتبقى حرجة جدا في إزاي إن أنا لازم أوصل للزائر الصورة كاملة، يشوف كل تفاصيل القطعة، يشوف ألوانها أبعادها شكلها، ويقرأ طبعا المعلومات الكاملة عنها. وفي نفس الوقت أنا ما ينفعش بعد كام سنة ألاقي حصل أثر، يعني أثار على الأثر، تأثير على الأثر. فإزاي إن أنا رطوبته تبقى قد إيه، درجة الحرارة قد إيه، كل دي بتبقى عوامل. لو جينا ننتقل لبرة سواء الأثار التقيلة اللي معروضة من غير فاترين، لازم برضو بيكون ليها شوية اشتراطات، لازم تبقى بعيدة عن الإنسان قد إيه عشان يشوفها ويقدر يرفع راسه ويشوف الأثر كامل بكل تفاصيله، وإزاي ما يبقاش برضو قدام إيديه قوي إن ممكن أي حد يخبط فيه مثلا أو يكتب عليه أو يعمل فيه أي حاجة. فكل دي بتبقى عوامل، إزاي أنا أعرضها إزاي وحافظ عليها إزاي، الأوزان التقيلة تتشال إزاي، كل دي بتبقى يعني قيود وإحنا بنصمم إن أنا إزاي أحقق المعادلة الصعبة دي. شوفي أنا واقفة مبهورة، يمكن ده زمان في طفولتنا لما كنا بندرس تاريخ في الطفولة وإزاي إنه الشمس بتتعامد على وجه رمسيس مرتين في السنة، يوم الميلاد ويوم الجلوس على العرش. عملتوا ده إزاي هنا؟ إزاي الأبناء قدروا يعملوا ده ومن كام يوم تابعنا تعامد الشمس مرة تانية على وجه رمسيس؟ ما هو بقى بيبتدي موقع التمثال نفسه جوه البهو الرئيسي. توجيهه كلها دراسات هندسية يعني ده بالظبط. اللي هو عاطف عمل لجنه، شكل لجنه لمده سنه قعدت تشتغل على الموضوع ده بين مهندسين واثريين مصريين كلها،
وفي الاخر وصلنا لتحقيق المعادله الصعبه زي ما حضرتك قلتي، قدر المصريين في العصر الحديث يحققوا معادله الجيل القديم والاجداد في تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني، بس كمان في اليوم الاصلي. يعني هناك التعامد بيحصل يوم 22 فبراير ويوم 22 اكتوبر، لان حصل رفع للمعبد فشفت يوم، فبقى اليوم 22 فبراير و 22 اكتوبر، لكن هنا بنحقق في اليوم الاصلي للظاهره، فيقدر كمان الزائر يزور هنا لو مش هيقدر يزور في ابو سمبل، وبالتالي بنعمل ترويج سياحي في نفس الوقت سواء هنا او في معبد ابو سمبل للظاهره الغير عاديه اللي مصر القديم عملها ببراعه شديده جدا. طيب فيما يخص مساله الترميم استاذ هشام، احنا استقبلنا قطعه من اي محافظه من المحافظات، وانا عرفت انه من كل محافظات مصر تقريبا جه قطع اثريه مختلفه هنا للمتحف. لما بنستقبل القطعه على اي اساس بنبتدي بقى عمليه الترميم؟ على نوع الماده اللي صنعت منها هذه القطعه الاثريه، او على حسب حاله الضرر اللي موجوده عليه القطعه الاثريه، ولا على حسب اهميه القطعه الاثريه دي نفسها وهيكون فين مكانها في وسط المتحف؟ يعني ايه المعايير اللي المرمم بيحطها في باله لما بيستقبل قطعه اثريه جديده وهيبتدي يشتغل فيها؟ خلينا نقول هم الثلاث معايير اللي حضرتك قلتيهم بالظبط، هم دول بنعتمد عليهم، ولكن اول خطوه دايما بيبدا في عمليه فض الاثار في منطقه التجهيزات بمركز الترميم، وبيتم عليها بناء بقى تصنيف القطع بناء على المعايير اللي حضرتك قلتيها. وكمان في اول خطوه بنعملها قبل التصنيف بندخل الاثر تعقيم، لازم الاثر يمر على مرحله تعقيم عشان لو في اي اصابه فطريه او اصابه حشريه، وبالتالي يكون جاهز اللي هو يدخل بقى معامل الترميم وما ينقلش الاصابه دي للاثار الاخرى. بعد كده ما بيبدا بقى ندخله سواء هيدخل معمل عضوي او معمل غير عضوي او اثار ثقيله او صور جداريه، بيبدا بقى هنا المراحل الثانيه اللي احنا بنبدا مراحل التوثيق الاول، لان لازما نحافظ على كل مرحله لان ده من تاريخ الاثر، ده لازما دي شهاده الاثر اللي هتتكتب في مركز ترميم الاثار. وبعد كده بيبدا بقى المرمم يتدخل بالفحوص والتحاليل عشان يحط دراسه صحيحه علميه مبنيه على اسس يبدا من خلالها خطوات ترميمه، سواء بقى بالتقويه او سواء بالاستكمال او سواء بارجاع الحاجات اللي هي متساقطه منه لاماكنها الاصليه، ويبدا بقى يحط الهيكل ده، وبيدور نقاش حوالين الاثر من رئيس المعمل وبين المرمم اللي هيقوم بعمليه الترميم، لان كل مرمم ليه مواصفات، فرئيس المعمل بيبقى عارف مواصفات كل مرمم عنده في المعمل وقد ايه هو ماهر جدا وشاطر في الحته دي، فبيبدا ياخد الاثر ده ويهتم بيه ويراعي فيه المراحل اللي احنا قلنا معاها. نعم. مهندسه منى، الاضاءه هنا اتصور انها هتكون بتلعب دور مشارك في البطوله، لانه الاضاءه هنا هي اللي هتبرز العظمه المعماريه من ناحيه والعظمه الاثريه من ناحيه ثانيه. وهنا حضراتكم يعني بشوف ان انتوا بتلعبوا ما بين الاضاءه الطبيعيه نور ربنا من ناحيه، وطبعا الاضاءه الصناعيه بلمبات مختلفه. حضرتك كمان في كلامك من شويه اشرتي لنقطه مهمه، وهي فكره بعد الاثر وقربه، وازاي ان انا اتيح اضاءه جيده على الاثر لكن في نفس الوقت احافظ على تكوينه ولا يتاثر باضاءه، وفي نفس الوقت يسمح للزائر انه يشوف على مسافه جيده وبوضوح تام. كلها بالتاكيد دراسات كتيره، كل عنصر هنا في المتحف، انما الاضاءه المشاركه في البطل، ايه اهم الاضاءات اللي حضراتكم حرصتوا على استخدامها هنا عشان تتيح للزائر رؤيه جيده وفي نفس الوقت تحافظ على الاثر؟ حضرتك ذكرتي في الاول، خلينا نبدا بالاضاءه الطبيعيه. فدي حاجه كانت مهمه جدا خصوصا في البهو الرئيسي واحنا في المدخل، ان انا ازاي اقدر استغل الاضاءه الطبيعيه علشان ابقى عندي حفاظ من نوع تاني وهو الحفاظ على البيئه. ازاي ان انا اقدر اوفر استخدام الكهرباء في حاجه زي الاضاءه في فراغ ضخم زي اللي انا فيه ده دلوقتي، فما كانش فيه احسن من ان انا استخدم الاضاءه الطبيعيه. فهنا بيكون في مزج بين الاثنين، الاضاءه الطبيعيه والاضاءه الصناعيه، وده بيوفر كتير جدا في استهلاك الطاقه في المكان ده، ده غير ان هو بيكون مريح اكتر للزائر. الزائر او الشخص مهما كان بيفضل الهواء الطبيعي والاضاءه الطبيعيه عن الاضاءه الصناعيه. وبيكون زي مرحلة انتقالية بين الخارج المتحف اللي هو ميدان المسلة، وبعد كده هدخل على منطقة القاعات، لأن القاعات الإضاءة فيها بتكون مختلفة تماما. فده كده الإضاءة الطبيعية في البهو الرئيسي. بعد كده ببتدي أدخل على قاعات العرض. قاعات العرض أنا للأسف بكون علشان اشتراطات الآثار أنا مش هقدر أستخدم الإضاءة الطبيعية دايما،
وبكون محتاجه اوجه كمان اضاءات خاصه علشان الزائر يبتدي يشوف الاثر باحسن صوره. فببتدي انتقل من نوع الاضاءه الصناعيه، والاضاءه الصناعيه انواع، لان انا مثلا في اضاءات عندي بتكون حرارتها قليله جدا، فدي اللي ابتدي استخدمها مع الاثار اللي حالتها حرجه شويه، ان هو بيكون الاضاءه الى حد ما قريبه من الاثر، فلازم استخدم اضاءه تكون حرارتها قليله بتدي شده اضاءه كويسه علشان اشوف الاثر وفي نفس الوقت حرارتها قليله. بتدي بعد كده الفراغات اللي هيتحرك فيها الزائر لازم برضو تكون ليها اضاءه معينه علشان تبقى مريحه لي، تبقاش ضربه في عينيه. فكره الكول لايت اللي هي اضاءه بس بارده، يعني هو حاسس ان في اضاءه وشايف كويس جدا، بس مش شرط يكون عارف الاضاءه حتى جايه منين. الاثار طبعا احتياجاتها بتكون مختلفه، ازاي ان انا زي ما حضرتك قلتي التوجيه بيبقى عامل ازاي، نوع الاضاءه عامل ازاي، كل دي بتبقى دراسات. ببقى نفس الفكره ان ازاي احقق الاثنين، ازاي الزائر يبقى شايف ومرتاح وازاي الاثر يبقى في امان. فده كل ده تم دراسته علشان اوصل لافضل اضاءه في المتحف. شرفتونا يا جماعه، شكرا جزيلا على وقتكم، شكرا جزيلا على جهدكم، كلنا فخورين بالتاكيد بالمجهود اللي حضراتكم عملتوه واللي لسه كمان هتعملوه لحد ما كلنا نسعد بافتتاح المتحف المصري الكبير. شرفتونا. مهندسه منى هيكل، مهندس معماري بشكل استشاري، شكرا جزيلا لحضرتك. استاذ هشام الحاكم، منسق عرض متحفي وعضو الامانه الفنيه ومجلس اداره المتحف، شرفتونا. شكرا جزيلا على وقتك. شكرا جزيلا كمان على متابعه حضراتكم لهذه اللقاءات، كنا مع حضراتكم على الهواء مباشره من المتحف المصري الكبير. ليس من سمع كمن راى، وليس من راى كمن حضر. الحضور واجب، والحضور متعة، والحضور فخر. كل الشكر لحضراتكم على المتابعة، كل الشكر للقائمين على هذا الصرح العظيم، كل الشكر على القيادة السياسية التي آمنت بأهمية هذا الصرح، هذه الإضافة المهمة للآثار المصرية والحضارة المصرية وهوية مصر وشخصية مصر وقيمة مصر أيضا بين الدول. شكرا جزيلا لحضراتكم، نشوفكم على خير ونشوفكم هنا دايما في المتحف المصري الكبير. بالطبع شكرا لكل الزملاء الذين نقلوا لنا الصورة من داخل المتحف المصري الكبير الذي يظل يعني صورة مصر الحضارية والثقافية والأثرية في الحقيقة في ظل ما يحتويه من مقتنيات تتعدى 56,000 في أثر موجود داخل هذا المتحف المصري الكبير. بالطبع في انتظار الافتتاح العالمي لهذا المتحف عن قريب، أيضا يعني هناك من المأمول أن يكون له مردود على السياحة المصرية بشكل كبير خلال الفترة القادمة، وشاهدنا العديد من الوفود التي بالفعل تقوم بزيارة المتحف الكبير في إطار هذا الافتتاح التجريبي بالطبع لبعض القاعات فقط وليس كل القاعات داخل المتحف. وبالتالي هناك مأمول أن يصل عدد الزائرين يوميا إلى 15,000 زائر من السياح، بالإضافة إلى 5 ملايين سائح بشكل سنوي. ونتابع تقرير عن مردود المتحف المصري الكبير. ليس مجرد متحف عادي، بل هو المتحف الأكبر في العالم بما يليق بالحضارة الأعظم أيضا، حيث يعرض أكثر من 100,000 قطعة أثرية تمثل عصور مصر المختلفة فيما يعد أضخم تجمع للحضارة المصرية القديمة. هو المتحف المصري الكبير الذي يقع على الهضبة الصحراوية التي تصل بين أهرامات الجيزة والقاهرة الحديثة، فيمكن للزائرين رؤية الأهرامات الثلاثة من داخل المتحف بفعل تصميمه الذي ارتفع بمقدار 5 طوابق ليتماشى مع ارتفاع الهرم الأكبر، ما يمكنهم من رؤيته طوال الوقت من خلال الحائط الزجاجي لواجهة المتحف والتي اتخذت نفس الشكل الهندسي المثلث للأهرامات المصرية. وتعمل الدولة على قدم وساق للانتهاء بشكل سريع من المتحف المصري الكبير الذي يترقب العالم والمصريون افتتاحه قريبا ليصبح مزارا جاذبا على خريطة السياحة العالمية للتعرف على أسرار الحضارة المصرية العريقة من خلال عرض متحفي وفق أحدث الأساليب والتقنيات. وقد استمرت وزارة السياحة في تنفيذ خطواتها في الترويج لافتتاح هذا الصرح الثقافي الكبير، حيث وضعت هذا الأمر على رأس أولوياتها إيمانا بأهميته كمشروع قومي يساهم في تعزيز السياحة الثقافية في مصر. وفي هذا الإطار استغلت وزارة السياحة جميع المعارض السياحية الخارجية الدولية الكبرى ك
كمنصات للترويج للمتحف المصري الكبير، حيث خصصت جزءا عن هذا المتحف في جميع الأجنحة المصرية المشاركة في هذه المعارض. هذا وقد أتاح المتحف المصري الكبير تجربة الزيارة قبل الافتتاح الرسمي للمصريين والأجانب من خلال جولات إرشادية محددة في كل من البهو العظيم والبهو الزجاجي مع المنطقة التجارية للمتحف، فضلا عن الحدائق الخارجية.